دير تي في. ارتقى منصة المسابقات في هذه اللحظة من جزر القمر محمد عبد الرحمن سيد متيسر له حسب نظام القرعة من سورة لقمان من الصفحة 13 بعد 400 يبدأ من بداية الآية 28 وينهيها بانتهاء الآية 33 فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته شكور
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دعوا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم صدق الله العلي العظيم. خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا.